ومكملين مع بعض سلسلة ديكورات رمضان 2024. كل سنة وانتم طيبين. فيديو النهاردة هو ديكور رمضان بروح ولمسات زمان. هنحط كده الطابع الشرقي بتاعنا والطابع الشعبي في الديكور بتاعنا النهاردة، وهيطلع شكله حلو جدا وشيك جدا جدا. بصوا، اول حاجة معايا هنا دهان اوراتول، سوري دهان بلاستيك. تقدري ان انت تستخدمي دهان اوراتول، وطبعا دهانات اوراتول اتكلمنا عليها في الفيديو قبل كده مع بعض، تمام. هنا طبعا مسافة ما بتدهنيها بالدهان البلاستيك الابيض ده بتنشف على طول، يعني مش تاخد منك وقت. خلاص انا دهنتها كده اهوت وضيعت اللون الاصلي بتاعها خلاص، وانا هنا مش عايزاها بتلمع، انا عايزاها تكون مط زي ما انتم شايفين كده. بعد كده جبت الطرق بتاعه التزيين بتاعتنا النهارده، طرق مختلفه انا هديها لك النهارده اعرفك عليها، وانت طبعا هتاخدي المتاح عندك والمناسب ليكي. ممكن ان انت تستخدمي العاب الثلاجه الخشبيه اللي هي فيها شخصيات رمضان، اللي هي مغناطيس الثلاجه. ممكن ان انت تستخدمي تطبعي كده طباعه على ورق تكون طباعه الوان خلاص، او ممكن نستخدم قماش الشخصيات بتاع رمضان بتفرغي الرسمه اللي انت عايزاها، وهقول لك دلوقتي طبعا تلزقي ازاي. وممكن ان انت تجيبي قماش الخياميه وتختاري النقشات والاشكال اللي انت عايزاها. خلاص نيجي بقى نشوف هنلزق ازاي. لو استخدمنا القماش او الورق هنلزق دلوقتي مع بعض بالورنيش المائي، لكن لو استخدمنا اللي هي الاشكال بتاعه الثلاجه او في الدلايات، عارفين الدلايات اللي هي بتاعه رمضان دي، تمام، والاستندات بيبقى فيها منها العاب كده الهلال والنجمه والفانوس، ممكن نستخدمها. سواء استخدمنا الالعاب دي بتاعت التلاجة او الدلايات هنلزق بمسدس الشمع، لكن لو استخدمنا القماش او الورق الملون هنستخدم ايه؟ الورنيش المائي، تمام. انا كده كنت فرغت الرسمه اللي انا عايزاه، وهجيب الورنيش المائي يا بنات، وهبدا ان انا كده على ظهر الورقه بالفرشه كده. طبعا انا هي مش مخففاه بالميه، لان انا مش هستخدم على مساحه كبيره او هستخدم حاجه كبيره، هو جزء بسيط كده بس، يدوبك ان انا عايزه اثبت الصوره بالراحه. بقى كده هنحط الصوره، عشان انت لما بتيجي تحطي عليها ورنيش مائي بتبتدي ان هي تضعف، ممكن تتقطع منك. بعد ما ثبتها خلاص على القله، هاجي كده بالفرشه وامشي عليها كده بالراحه خالص، وافرغ لو في هوا هفرغه كده بالراحه خالص عشان الرسمه ما تتقطعش. ما تخافيش، كل الورنيش المائي واللمعه دي هتروح بعد ما هي تنشف، ومش هتاخد منك وقت، يعني ممكن تاخد بتاع نص ساعه تقريبا كده عشان تنشف تماما. خلاص بعد كده بقى هشتغل في الغطا. جبت هنا اهوت ده لون ذهبي ميتاليك من ستارت. طبعا الالوان دي يا بنات موفره جدا جدا، بتشتري العلبه 30 تقريبا او 40 دلوقتي مش فاكره، وبتقعد معاكي وقت كبير جدا، بتستخدميها في افكار كتير جدا. جبت بقى سبونشه كده تمام، وبدات ان انا اديها لون كده ذهبي من الحته اللي انتوا شفتوها، الجزء اللي في الغطا من فوق ده، وكمان في الغطا كده حوالين داير من المكان ده، تمام. تابعوا اخر الفيديو بنات، عشان الفيديو الفكرة معانا مكملة لاخر الفيديو، فيها خطوات حلوة جدا جدا، وخطوات التزيين بتاعتها النهاردة هتنقلها في حتة تانية خالص. بعد كده بقى هجيب نفس الدهان اللي هو الذهبي ده، طبعا الدهان ده مش بنخففه، انا بستخدمه كده زي ما هو. هبدأ بقى زي ما انتم شايفين كده بالسبونشة وبطريقة الطبطبة كده، وعملت كده الجزء اللي فوق من القلة والجزء اللي من تحت، وادي كمان الغطا خلاص. طبعا بتسيبيه لغاية ما ينشف خالص، وبعدين تبدأي ان انت ايه، يعني كل خطوة بتعمليها تسيبيها لغاية لما تنشف، وتبدأي في الخطوة اللي بعدها، تمام. ايه بقى هنعمل بعد كده؟ الخطوة دي معايا هنا هوت من الدلايات اللي كنت بقول لكم، الدلايات اللي هي الخشب، تمام، بيبقى فيها نازل منها مثلا هلال ونجمة وفانوس. انا خدت الفانوس ده وحطيته كده بالطريقة دي زي ما انتم شايفين اهو. طبعا لو في معاكي دايره بتاعه ميداليا، عارفين اللي هي الدايره الحديد دي، هتنفع معانا هنا اهو اكتر كمان من الدايره الحديد اللي معايا. جبت بقى سريه كده اهوت، وهبتدي ان انا الفها على الغطا من فوق. لو وصلتي معايا للفيديو للجزء ده، اوعي تترددي ان انت تعملي لي اشتراك وتفعلي الجرس، عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار بيه، ويا ريت تدعمي القناه وتدعمي المحتوى اللي انا بنزله، وتكتبي لي رايك في التعليقات، ولو عايزه فكره ان انا انفذها لك اكتبي لي، انا برد على كل التعليقات اللي بتجيلي. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، عشان هو اللي بيوسع القاعده الجماهيريه بتاعه الفيديو ويخليه يتشاف. بعد ما هنا كنت لفيت السريه، بصوا بتحطيها كده في القله كده من تحت من جوه، وتبتدي ان انت تضغطي عليها وتنور. بصوا شايفين الفكره سهله ازاي؟
فكرة سهلة جدا جدا وبسيطة جدا جدا، حولت القلة في حتة تانية خالص. استنوا مني افكار يا بنات كتير كتير حصري وجديدة ان شاء الله هنا على قناتي. اشوفكم بقى على خير يا بنات الفيديو اللي جاي، ومع السلامة.